كل بساطة هتعمل تحدي. راح اعمل تحدي. وانتو هتحاولوا تكسروني. هتحاولوا تكسروني كيف؟ بلشنا؟ مساء الخير يا اخوان، كيف الحال؟ معكم عمود العمري في اول حلقه من حلقات التحدي مع الجمهور. طبعا هذا البرنامج بيختلف عن كوناكد. ليش؟ لانه كوناكد راح يكون التحدي مع ضيف معين بجيبه انا على برنامجي وبقعد اعجب فيه، لكن التحدي هون راح يكون معكم انتو. يلا كل بساطه فكره البرنامج هاي انه انا راح اسوي تحدي، والتحدي هذا انتو راح تحاولوا تكسروني فيه. تبعتوا لي فيديوهاتكم على الانستغرام دايركت وانا راح اخذها وراح احطها وين عندي هون في البرنامج. راح تصوروها اول شيء. كيف كنت تبعتوها بدون ما تصوروها؟ مش فاهم يعني. كيف يصوروا دقيقه؟ يصوروا هيك مش هيك، هيك تمام. مش تعوجش راسك، لا خليه هيك. صحيح. طبعا اللي هيفوز في التحدي غير انه راح نعرض فيديوهاته في الحلقات الجاي راح يربح معنا شيء. شيء كويس منيح. في بادجت يا سمير؟ مش عارف. خلص ماشي نشوف كيف. يلا. تمام نبلش في التحدي. طبعا قبل نبلش التحدي شايفين هون وفي وقت حاولوا تكسروه. تمام يلا الان مع التحدي. صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، الماء والزهر مع ما زاري لحظ المقلي، وانت يا سيدلي وسيدي ومولاي فكفكم تيمني غزيلا عقيقلي، قطفته من وجنته من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخود ما لا طلب من فعل هذا الرجل، فولوت وولت ولي ولي ويللي، فقلت لا تولولي، وبين اللؤلؤلي، قالت له حين كذا انها الوجب النقلي، وفتيه تلصقونني قهوه كالعسلي، شممتها بانا في اسكام القرنفلي، في وصل بستان الحلي بالزهر والسرورولي، والعود دندنلي، والطبل طب طب طبلي، طب 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 طبلي، والسقف صقص صقالي، والرقص قطاب إلي شوى شوى وشهيش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح بللا في مللي، ولو تراني راكبا على حمار آزلي يمشي على ثلاثات كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي بالسوق والقلقلغلي، والكل كع 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 من خلفه ومن حوالي، لكن مشيت هارما من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا لذيلي، أنا الأديم الألمعي من حي أرض الموصلي، جذمت قطعا زغري فتعجز عن الأدوية، أقول في مطلعها صوت صفير بلبلي. Mm-hmm.